بسم الله. لو انا عايز اقرا معلومه من الاكسل اجي هنا وادوس رايت كليك واقول له اكسل امبورت اكسل، انا عايز اقرا معلومه العكس اكسبورت، واجي هنا اقول له فايل باس، ده هيجيب لي المفتوح. طيب ممكن اقول له بقى ايه، انا عايز فايل فروم باس، ده هياخد المعلومه من هنا يديها للداتا امبورت. طيب هاجي هنا اقول له string، يعني انا عايز اخد رقم الشيت بقى، الشيت نيم اسمه ايه. تمام. طيب تعال نشوف الملف بتاعنا كده اهو. ده الملف بتاعنا اهو، من 1 لـ 4 في الصف الاولاني، من 5 لـ 8، من 9 لـ 12. طيب نرجع للاكسل، اجي اقول له نيم اسمه واي، اجي من براوس واقول له انا عايز الملف الاكس، هيبدا يرالي. طيب خلينا نيجي هنا اقول له، هتلاقي ان هو قسمهم لتلات ستات اللي هم 3 صفوف، الصف الاولاني من 1 لـ 4، وبعد كده من 5 لـ 8، وبعد كده من 9 لـ 12.